اختراق من حاتم، كيك اوت لهيثم، ثلاثيه هيثم يوفق في احرازها. الاتحاد بيبو بيحاول يلعب 1 اون 1 على عمر طارق، اسيست رائع وسلام دونك، سلام دونك رائع بعد اسيست تمريره ساحره ياخدها بيبو. فاست بريك لحاتم البحيري، حاتم لدولا، ثلاثية دولا، يا ترى هيوفق في احرازها ويوسع الفرق 16-5. رأوا اللعب هيثم للسمعة، ثلاثية سمعة عراية، يا سمعة عراية يا سمعة. وابستر للسمعة، فيك 7 ثواني على الهجمة لهيثم كمال، ثلاثية هيثم يوفق في احرازها بالشمال، يوفق في احرازها 30 الاتحاد 13 الاهلي. مصطفى فوده، كوري وابستر لهيثم كمال، اختراق من هيثم، اسيست للمره الثانيه لميدو لكن لكوري، فاضل 5 ثواني على الهجمه، اسيست رائع لهيثم وسلام دونك، سلام دونك رائع من هيثم كمال بعد اسيست كوري وابستر 32-13. لكن ياخدها ميدو طه، اسيست لهيثم تحت الباسكت من وابستر، اسيست رائع. الاتحاد بيحاول يسرع الملعب ويلعب على الفاست بريك، 5 يوفق في احرازها 30 الاتحاد 13 الاهلي. مصطفى فوده، كوري وابستر لهيثم كمال، اختراق من هيثم، اسيست للمرة الثانية لميدو لكن لكوري، فاضل 5 ثواني على الهجمة، اسيست رائع لهيثم وسلام دونك، سلام دونك رائع من هيثم كمال بعد اسيست كوري وابستر 32-13. ايهاب امين نزل مرة ثانية، اختراق من ايهاب، كيك اوت لاحمد مهيب، ثلاثية احمد مهيب بيعدي نص الملعب وستيل من عمرو الجندي، تايم اوت وبلوك رائع من بيبو بيعوض بيها غلطته وخطا شخصي على عمرو زهران، واختراق كيك اوت لويبستر على الثلاثيه، ويبستر بيسجل نزل تماما على ايهاب امين، وده احد اسرار نجاح الاتحاد النهارده. سيف سمير تحت الباسكت ياخدها عمر طارق ويسجل لوتوتير، اختراق من عمر طارق، سلام دونك رائع من عمر طارق، الله يا عمر، اسيست من عمر، اسيست لكن بتروح ياخدها ميدو طه، فاست بريك ميدو، لياب من ميدو، فاست بريك اول، بيعزل ايهاب امين. هنشوف عمرو الجندي بيلعب واحد على واحد مع سيف سمير، لكن اسيست من عمرو الجندي لسيف سمير، عمرو الجندي لابو النص، محاولة اختراق من ابو النص مع سبين موف رائع من ابو النص، الله عليك يا ابو النص، بيرجع بيحاول يرجع للجيم ومش فاقد الامل. حاتم البحيري لدولا لكوري وابستر، اختراق من كوري لدولا، ثلاثية دولا يوفق في احرازها دولا ويرجع الفارق تاني ل 12 نقطة، الاتحاد 69-57 الاهلي. عمرو الجندي هيلعب نفس اللعبة، هيجيله سيف سمير وهيعدي بقى المرة دي، عملوا سويتش، ثلاثية عمرو الجندي ويوفق عمرو الجندي، ويوفق عمرو الجندي في الثلاثية ويرجع الفارق مرة تانية لتسعة. هنستمتع معاكم بالست دقايق والتلاتين ثانية اللي فاضلين من الجيم. حاتم البحيري اسيست للبيبو تحت الباسكت لكن خطأ شخصي على ايهاب امين. عمرو الجندي النهاردة 11 نقطة، عمر طارق 9 نقاط، ثلاثية عمرو الجندي عايزها، بيحاول كده لكن البحيري ضغط عليه، جايله سكرين من سيف سمير، عمرو الجندي اختراق وبلوك رائع من بيبو، بيبو ثاني بلوك، اول بلوك كان في الكوارتر الثاني، وادي بلوك مره ثانيه من بيبو،
ثواني. ثلاثية إيهاب أمين ترجع الجيم لكن ياخدها وتنتهي زمن الهجمة الـ24 ثانية.